القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 8. قلنا إصحاح 8 بالذات من 8 و 9 من أكثر الإصحاحات اللي شغلت القديسين في التفسير، وهتلاحظوا أن في آيات منها معروفة عند أغلب الشعب، لأنه في 8 وأول 9 بالذات الحكمة هنا بتتكلم وكأنها شخص. فأباء الكنيسة قالوا إذا كان سليمان اتكلم عن فضيلة الحكمة أو صفة الحكمة وإزاي الواحد يقتنيها، فالحكمة كلها جوه ربنا يسوع، واقتناء المسيح هو اقتناء الحكمة من مصدرها. يعني الحكمة هي أقنوم الابن ومصدر كل حكمة. عارفين زي ايه؟ زي ما تقول الحب او المحبة، المحبة فضيلة لكن اصل المحبة ايه؟ الله محب. كلما ازددت حبا ازددت التصاقا بالله، ولو قربت من ربنا بقى عندك محبة حقيقية. نفس الفكر، لو قربت من المسيح بقى عندك حكمة لان هو مصدر كل حكمة. ففي الاول قال الحكمة بتنادي، ربنا بيتكلم مش ساكت، والناس هي اللي مش مركزة ومش عاوزة تسمع. وبعدين في الجزء الثاني قال أنا الحكمة أسكن الذكاء أجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. لي المشورة والرأي أنا الفهم، لي القدرة بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلاً. بيتترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. وحتى احنا في التطبيق المعتاد للآية دي بنتكلم عن المسيح نفسه، يعني اللي يبكر لربنا يلاقيه، اللي يصلي صلاة باكر يشوف ربنا من أول اليوم، اللي يبكر ربنا في أول شغله يلاقي بركة في شغله، اللي يحط ربنا أول جوازه ده يمشي كويس لأن في بركة ربنا. فالذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة. يبقى ربنا بيقول اللي يمشي ورايا يشوف غنى، بس مش ما يقصدش الغنى الأرضي. الغنى الأرضي ده أرخص أنواع الغنى. وعشان كده مثلا المسيح قال على الأقل مثالين عن الغنى، وكتير من الآيات ضد الفلوس. فكلمنا مثلا عن الغني الغبي اللي بيقول أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي، بعدين يجي له صوت يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، كل الغنى ده إيه قيمته يا عم. مثل تاني الغني والعازر، من غبائه مش شايف مصدر الغنى الحقيقي، الغلبان هو مصدر الغنى، انما الفلوس اللي عنده دي كلها ما نفعتوش بعد كده. لو كان عمل خير في العازر كان بقى غني بجد. عشان كده ذهبي الفم يقول ثروة الاغنياء الفقراء. موقف ثالث يجي له الشاب الغني وبعدين يسأله سؤال مهم ويقف عند ايه؟ عند الفلوس. لما يقول له اذهب بيع كل مالك واعط الفقراء يكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني، مضى حزينا. ليه؟ بسبب غناه. فالغنى الارضي ده اقل انواع الغنى، وللاسف يعطل الغنى الروحي. بينما الغنى الروحي ده بقى اشكال والوان، يعني في غنى في كلمه الله، في واحد يبقى غني بالكلمه مذاكر وحافظ ومشغول مخه بكلام ربنا ده غني، في واحد غني في العمل الصالح زي ما وصفها القديس بولس في تيموثاوس الاولى 6، قال خلي الاغنياء بالاولى اغنياء في الاعمال الصالحه. يبقى هنا اتكلم عن الغنى في العمل الصالح، في واحد من كتر اعماله الصالحه في السماء يعتبر غني. غني بس غنى من النوع اللي يفرح ربنا مش من النوع الارضي. في غني اخر غني بالفضيله، غني بالتواضع زي امنا العذراء مثلا، غنيه جدا مع انها غلبانه جدا، بس تواضعها يجعلها فوق كل الاغنياء. في
في واحد غني بالطهارة، واحد غني بالمحبة، واحد غني بالصلاة، كل ده غنى روحي. فاللي فاهم الغنى صح يقول الحكمة تجيب لك الغنى، لأنها تخليك عارف تدي مجهودك لإيه، وقتك لإيه، وعمرك كله ليه. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة. الغنى والكرامة يجيبوا بعض. الغنى على الأرض يجيب كرامة على الأرض، والغنى الروحي يجيب كرامة في السماء. يعني ممكن تلاقي قديس على الأرض محدش مكرمه، محدش مقدره، إنما في السماء له كرامة كبيرة قوي، لأنه كان غني في نظر ربنا مش في نظر الناس. قنية فاخرة وحظ، يعني الحكمة تجعلك تقتني قنية فاخرة، يبقى عندك المفيد، عندك اقتناء لحاجة غالية حقيقية، ونصيب صالح. حظ هنا بمعنى النصيب الصح. ثمري، دي المحبة، دي الحكمة بتتكلم. ثمري خير من الذهب. ايه ثمر الحكمة؟ لما الانسان يمتلئ بروح المسيح يقرب من ربنا، يثمر. يثمر يعني تطلع منه اعمال صالح، لانه المسيح لما هو المجد اتكلم وقال ايه، كل غصن فيه يأتي بثمر. الغصن الذي لا يأتي بثمر ايه، يقطع ويلقى في النار، اما الغصن الذي يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. فالحكمة بتقول ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى، يعني الحكمة المسيح له المجد يتمشى في الصح. تقول خدمة تلاقيه يتمشى معك، تقول صلاة شغال، تقول إنجيل ماشي، تقول حب الناس كويس، تقول دراسة الكتاب المقدس يتمشى. زي ما شافوا يوحنا بيتمشى وسط المناير السبعة، يعني ربنا تلاقيه في كل حاجة صح، تلاقيه في كل حاجة خير. ففي طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا، أملأ مخازنهم. تعبير الورث ده أو الميراث بتكرر في الكتاب برضه. مثلا في غلاطية 4 مسيح بولس يقول عن ربنا يسوع، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. وبعدين يقول ثم بما أنكم أبناء فإنكم ورثة، بما أن أنتوا الوقت بقيتوا أولاد ربنا تبقوا هتورثوا مع ربنا. الحكمة تجعلك ترث الله. طب ده تعبير يعني صعب على الودن حتى، يعني تورث ربنا ده مش معنى ربنا بيموت، معناه الحياة الأبدية، المجد الأبدي، الغنى الإلهي، ربنا يدهولك، يورثك. إيه مش ابنه؟ خلاص يديلك من عنده كتير قوي. فهنا الحكمة بتقول أنا أورث محبية رزقا، يعني يديلك ورث عبارة عن رزق إلهي، من بقى المجد، من السعادة، من السلام، من ثمر الروح، فرح، طول أنا، لطف، إيمان، صلاح. الناس عموما في النص التاني من عمرها اللي متجوزين وجايبين عيال، تلاقي فكرة شغلاهم هنسيب ايه لعيالنا. كتير يفكروا بالطريقة دي وتلاقيها يعني مكلبشة في دماغهم، يعني اكتر حاجة شغلاهم. الحياة بيسيبوا ايه؟ يسيبوا فلوس والعيال تتخانق على الفلوس، او الفلوس تقل قيمتها، يبقى اللي تعبوا فيه بعد كذا سنة يلاقوا القيمة، عارفين القيمة ممكن فجأة تضعف زي ما حصل اليومين دول. ده لأنك حطيت دماغك في حاجة ما كانتش تستاهل. يا بخت الأب اللي بيورث عياله حب الفقر، ده سب لهم ميراث أبدي. يا بخت الأب اللي ورث عياله حب الصلاة، ده سب لهم رصيد سماوي. يا بختها الأم اللي تورث عيالها جمال روحي. وفي واحدة عمالة تنشغل بمنظر بناتها وشكلهم، طب سبت لهم إيه جوه قلبهم؟ جمال الروحي ده ميراث. فهنا الحكيم هو اللي ينشغل بالميراث الأبدي مش الميراث الأرضي. ميراث الأرضي ده كلام صغير. أبونا إبراهيم وبعد منه إسحاق وأخيرا كان يعقوب كانوا غناي من ناحية الأرض، كان عندهم أراضي
ما تعرفوش أولها من آخر. ومن ناحية الغنم والغلمان برضو ثروة لا تقدر بثمن. إنما جماعة دول كانوا حكماء، ما كانوش مشغولين بالميراث الأرضي. ما كانش فارق مع أبونا إبراهيم يورث إسحاق أرض يعني أكتر من بلاد، إنما أبونا إبراهيم ورث إسحاق إيمان، ساب له إيمان. فلقينا إسحاق طالع زي أبوه مستعد يموت بس إرضاء لربنا، ولقينا إسحاق يحط له إيديه ياخدوا منه بير واتنين يسيب، ما يتخانقش على الأرض أبدا، عشان عنده إيمان أن ربنا بيكافئ ويعوض، وفعلا ربنا يعوض. فإسحاق شاف المسيح بعينيه، أصله واخد ورث أبوه، ورث أبوه الرصيد الروحي اللي بين أبونا إبراهيم والمسيح، خليل الله، العلاقة القوية دي، ورثها إسحاق. وفين لما ورثها يعقوب وضيعها عيسو؟ ما خدهاش عيسو لأنه ما كانش عاوزها، كان عاوز الميراث الأرضي. إذن هنا الحكيم أو الحكمة تجعلك تورث أولادك رزقا يدوم، غنى روحي، كرامة سماوية. وأملأوا خزائنهم، برضو زي ما في غنى أرضي وغنى سماوي، وفي ميراث أرضي وميراث سماوي، كرامة أرضية وكرامة سماوية، نقول في مخازن أرضية وفي مخازن أبدية. زي ما قالها المسيح ببساطة، قال لا تكنزوا على الأرض حيث ينقب السارقون. هتخزن هنا الحرامية كتير مش هنخلص، لكن في السماء اللي بتخزنه مفيش حرامية، محدش يقدر يسرق ميراثك السماوي. لما تحوش مجهودك للسماء وفلوسك للسماء ومخك للسماء، طب هناك لا في حرامية ولا في سوس ولا صدأ، أعيد لك أعيد لك. فهنا دي مخازن لا تنهب أبدا. أما المخازن الأرضية طبيعي، يلي فيها يفسد يلي فيها يتسرق، أي مخزن بيحصل له كده، تلاقي اللي جواه باظ أو تلاقي اللي جواه يعني اتسرق. ندخل بقى في جزء مهم من أمثال 8. الرب قناني أول طريقه. مين اللي بيتكلم؟ الحكم اللي هو مين؟ ربنا يسوع. الآية دي بالذات يعني لا تتصوروا كمية الكتابات الآبائية فيها. ليه؟ في القرن الثالث طلع لنا واحد تعب الكنيسة اسمه أريوس. وأريوس أحد أهم الآيات اللي كان بيتكل عليها في تفسيره الخاص للإنجيل الآية دي، لأنها في العبرية تحتمل كلمة خلقني. الرب قناني كانت تترجم في العبرية أو في السبعينية أحيانا الرب خلقني أول طريقه، اللي بيتكلم الحكمة. ولسه بنقول الحكمة هي ربنا، ربنا يسوع. فمسك فيها وقال طيب يبقى المسيح مخلوق، يبقى المسيح قنية، يبقى المسيح له بداية. ومن هنا بقى تصدى له أريوس في كتابات كتير عشان الآية دي بالذات. نفسي كلكم تقروا مثلا حاجة اسمها المقالة الثانية ضد الأريوسية، كتاب كده لطيف كتبه أثناسيوس عشان الآية دي، بيثبت بقى. وأثناسيوس ده أصله باحث مفيش زيه وما حصلش في التاريخ، جاب نفس الفعل ده من كل الكتاب المقدس وأثبت أنه كلمة يخلق في العبرية غير الفعل المستخدم في الآية دي. يخلق يعني من العدم، لها فعل غير الكلمة بتاعت يقتنيني أو قناني. وبعدين قال له حتى لو افترضنا أنه بيتكلم عن شيخ شيء مخلوق، أثناسيوس قال له أنت ليه ربطتها يا أريوس بلاهوت المسيح؟ لاهوت المسيح غير مخلوق، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود من الأب إيه؟ قبل، يبقى مفيش معاد، قبل كل الدور. إنما المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا أخذ جسدا مخلوقا. في ناس بتخاف تقول إن جسد المسيح مخلوق، لا طبعا، أي جسد يبقى مخلوق يبقى له بداية. هو يعني إيه المسيح؟ المسيح من جهة لاهوته طبيعي غير مخلوق، ولكن من جهة بشريته، ما أي إنس أي طبيعة بشرية مخلوقة، مش المسيح خد طبيعة إنسانية حقيقية؟ طب مش أنتوا بشر مخلوقين؟
يبقى المسيح عشان ياخد طبيعة بشرية لابد أن تكون مخلوقة هي كمان. القديس أثناسيوس ربط أن الآية دي أن ربنا في خط خلصنا، في تدبيره، في ترتيبه للمستقبل، سيقتني من أجلنا جسدا بشريا ليكون بكرا بين إخوة كثيرين، ليكون أول طريق خلصنا. تعالوا نقرأ الآيات عشان تفهموا أنه إيه ده مش تفسير لأثناسيوس خاص، لا كل الكنيسة أكدت على اللي قاله أثناسيوس، بقية الآيات تؤكد لاهوته. يعني كانت الآية دي محيرة شوية لأنه استخدم كلمة أول طريقه فتدي إيحاء زمني كأن المسيح له بداية، أو قناني أو خلقني كأن المسيح مخلوق، بقية الآيات تؤكد أنه مش مخلوق. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. يبقى هل نقدر نقول المسيح عمل من أعمال الآب؟ لا، بيقول من قبل أعماله. يبقى كل ما عمله الآب من أعمال المسيح كان موجود قبله، يبقى وجوده ليس عملا. يعني إيه؟ مش المسيح اتعمل كده بتخلق، إنما المسيح مشارك في العمل من البداية، زي الآية اللي استخدمها القديس يوحنا، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. هل المسيح كده يبقى من ضمن الأشياء اللي عملها؟ حاش. عارفين زي إيه؟ زي لما استخدم يوحنا الرائي تعبير في سفر الرؤيا لما قال أن المسيح رأس خليقة الله أو أول خليقة الله، في اليوناني رأس أكتر أرش. هنا ما طبعا باريو أريوس مسك في الآية بتاعت الرؤية دي وقال أول خليقة الله يبقى المسيح مخلوق في الأول، قال له لا. وهو احنا لما نجيب مهندس نقول مهندس ده أول المشروع، يبقى المهندس ده رسمة أو طوبة، المشروع شيء والمهندس اللي عمله شيء تاني، لكن يجوز ان انا انسب ان المهندس نفسه اول المشروع، اساس المشروع، بداية المشروع، لكن ده مش معناه انه من جنس المشروع، له رسمة وله طوبة في المشروع، لكن هو البداية، هو الاصل، هو الاساس، هو المهندس. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. بص الآية اللي بعدها تؤكد منذ الأزل، يبقى خلاص بقى كده على طول اتحسمت. بدل جبنا الأزل، الأزل يعني اللا زمن، اللا بداية، قبل كل شيء. فكلمة الأزل دي موجودة هو في الكتاب، يبقى المسيح أزلي. بدل أزلي يبقى واحد مع الآب في جوهره، من نفس جوهر الآب، لأن الله واحد أزلي، الآب والابن والروح القدس فيهم الأزلية، إله واحد، ثالوث في إله واحد. منذ الأزل مسحت، برضو دي ترحير. هل المسيح أخذ جسدا منذ الأزل؟ لا، الجسد في ملء الزمان، الجسد من 2000 سنة، المسيح تجسد من بطن العذراء، لكن المسيح موجود ايه؟ قبل العذراء طبعا، قبل كل الظهور، قبل آدم وحواء، قبل الخليقة دي كلها. من جهة لاهوته لا بداية له، أزلي. من جهة تجسده لما جاء ملء الزمان، له زمن. عشان كده دايما نراجع نقول المسيح لو المجد له ميلادين، ميلاد أزلي من جهة لاهوته، ميلاد زمني من جهة نسوته. ميلاد من الآب قبل كل الدهور، ميلاد من العذراء في ملء الزمان، ميلاد بحكم ألوهيته وميلاد بحكم بشريته. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت. صدقة النبوة، الحكمة بتتكلم وبتقول أنا مسحت. إذن لفظ لقب من ألقاب المسيح الحكمة، ولقب من ألقاب يسوع المسيح مسحت. مسحت، طب ده المسحة دي بتروح لإنسان مش لصف، فواضح أن الحكمة هنا بتتكلم مشخصة. منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. إلحاح الروح القدس على لا زمن هنا يؤكد ألوهية المسيح، من قبل ما يكون في أرض، من قبل خليقة،
تأكيد شديد أنه المسيح لا بداية له. لكن لما نقول لا بداية له ساعات نعبر عنها بطريقة تانية زي ما قالها الكتاب، الأول والإيه والآخر. هل الأول معناها بداية؟ لا، الأول يعني به كان كل شيء بلا بداية، لكن هو بداية كل شيء، لأن الله أصل الوجود، هو الموجود الوحيد بذاته الثالوث الأقدس، وبه تكون كل شيء أو يوجد كل شيء. منذ الأدل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر. كلمة غمر دي بتتقال على الكون قبل حتى ما يبقى له شكل أو تكوين، يعني من بداية الكون كله، قبل ما تقول متميز إلى كواكب وأقمار ولا بحر وشمس، كل ده قبل ده كله كان في حاجة اسمها الغمر كده. طيب وده ايه ده؟ برضو قبل الغمر المسيح موجود. إذ لم يكن غمر ولدت أو أبدئت. هنا أبدئت هل معناها بداية حرفية؟ ما احنا لسه بنقول يعني أنا البداية. أو ولدت يعني مولود من الآب، زي خروج الشمس، خروج النور من الشمس، ملهاش معاد. إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، قبل ما يكون في ينابيع المياه، من قبل أن تقررت الجبال. ده مش بيكلم عن خلق الناس، ده بيكلم عن خلق الكون قبل خلق الطبيعة. كلكم عارفين دلوقتي أنه العلم بيقول أنه خلقة الإنسان يجوز عمرها 10,000 سنة، إنما خلقة المخلوقات ملايين ويمكن بلايين السنين، وليكن صح، ما تعرضش مع الكتاب اتكلمت، لأنه قبل أن يوجد شيء المسيح موجود. إذ لم يكن قد صنع الأرض، قبل التلال أبدأت، بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا. بصوا بقى الدقة دي، هذه آية تؤكد الألوهة تاني، لما عمل السماء أنا كنت معاه. مين اللي بيكلم؟ المسيح. طب ما السماء دي قديمة قوي، مش عارفين أولها إيه دي. معلش، ما ليها أول برضو، حتى لو قلنا سماء برضو ليها بداية، وأرض ليها بداية، كل شيء له بداية، الوحيد اللي ملوش بداية ربنا. فبيقول لما عمل السماء أنا كنت هناك، تأكيد على ألوهيته. لما رسم دائرة على وجه الغمر، كأن ربنا مهندس شاطر كده بيرسم دائرة عشان يقول هنا نعمل بقى ايه المجرات، وهنا نعمل البحار، وهنا نعمل الأرض، وهنا. فلما رسم دائرة على الغمر مجازا يعني، بيقول أنا كنت معاه، أنا اللي كنت برسم له الدائرة، لأن الآب يخلق بالابن. ده تعبير قاله الآباء، محدش يفصل الآب عن الابن، الآب يخلق بالابن وفي الروح القدس. زي كنوع من التبسيط، بس تبسيط ضعيف لكنه تبسيط، زي ما أقول أن أنت عملت الديزاين ده بعقلك، وفي لحظة كان عقلك مش شغال، وما عملت الحاجة دي إزاي، بس ما فيش انفصال بينك وبين عقلك يعني. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع البحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض. يبقى قبل كل حاجة كان المسيح هو اللي بيعمل كل حاجة. عشان كده تلاحظوا حاجة، احنا في إيماننا البسيط لما نبص على السماء نقول الله، نبص على الوردة نقول الله، نبص على العصفورة، نبص على البني أدمين، نبص على كل حاجة ننطق باسم الله. ليه؟ لأن هو الفنان اللي عمل ده كله. فالإنسان بحسه البسيط كل ما يبص حواليه يشوف رسمة من رسومات ربنا، يشوف إنتاج من إنتاجات ربنا. عشان كده يقول المزمور السماوات إيه؟ تحدث بمجد الله، الفلك يخبر، يوم إلى يوم يبدي قولا. يعني لو يوميا بيقول، بيكلم عن ربنا. مين اللي بيكلم؟ الدنيا، الخليقة بتتكلم عن ربنا. وعشان كده الإنسان البسيط الطبيعي مفروض يبص حواليه ويقول أشكرك يا رب، أنت اللي خلقت ده كله. وده اللي قاله رومية 1 قديس بولس، وهو بيقول الوثنيين ما لهمش حق يعبدوا عوثان، حتى لو ما عندهمش أنبياء ولا عندهم كتب، عندهم الطبيعة،
والمفروض المصنوعات تخبر بالله الصرمدي. ما انت مش ممكن تشوف لوحة جميلة قوي وتقول طلعت لوحدها، ليه انت مجنون؟ في حاجة اسمها كده؟ بقى لوحة جميلة قوي ده انت ما تعرفش الفنان، بس بتقول اللي رسمها ده فنان. طب ليه ما قلتش اترسمت لوحدها؟ عشان لو قلت كده هيقولوا عليك مجنون. طب وما اللي بيقولوا ان اللوحة الكبيرة قوي اللي احنا فيها دي طلعت لوحدها، ده يبقى ايه؟ يبقى قال الجاهل في قلبه ليس إله. لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه. هنا تلاحظوا كمان ان الاخراج ده، يعني ربنا بيعمل حاجة جميلة، حاططلها حدود، حاططلها نظام. إلهنا منظم جدا، من قبل ما البشر يتولدوا عامل حدود للبحر وحدود للنور وحدود للكواكب، وإلا الكون ده كان انفجر من بدر. وكلما العلم ازداد تعمقا كلما ذهل من دقة هذا الكون تكوينه وإدارته. صدقوني كلما ازداد العلماء تفحيصا في إدارة هذا الكون العجيب يقولوا مش ممكن اللي وراه ده عقل، احنا مهما دخلنا فيه بنكتشف انه احنا ما نعرفش حاجة لسه. ده الكواكب دي لو اتغير مسارها درجة مش عارف من كذا ألف من الملي تخبط في بعض، أو درجات الحرارة لو اتغيرت بدرجة واحدة من مئات الجزيئات من درجة الحرارة كانت الأرض سقعت أو سخنت وخربت من بدري. إيه الدقة اللي احنا فيها؟ احنا ولا دريانين بقى، احنا عايشين بناكل ونشرب ونمشي ومش واخدين بالنا ان الحكاية حوالينا. وضع للبحر حده، ده البحر ده واحدة من اللي محطوط لهم حدود، إنما كل حاجة ليها حدود بدقة شديدة جدا. فنظام الكون عجيب، وأي حد يدرسه يبقى مذهول من العقل المدبر اللي عامل ده كله. وعشان كده بسهولة العلماء الطبيعيين اللي مش داخلين بعداء تجاه الله بيمجدوا ربنا. يقول لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده، كان لسه بيقولها كنت هناك، يرجع يقولها كنت عنده صانعا، أنا اللي كنت بعمل كل حاجة. يبقى تاني بنأكد المفهوم، يوحنا لخص ده كله في تعبير بسيط، به كان كل شيء. يبقى المسيح به كان كل شيء، وعشان كده كان لازم يبقى هو مسؤول خلاصنا، مش هو اللي عملنا. بالبلدي كده انت لو عندك جهاز وباظ بتقول مين اللي عمله؟ هاتوا التوكيل. ايش معنى التوكيل؟ عشان هم اللي عملينه، هم اصحاب الجهاز ده، يجوا يصلحوه. فكان لازم، ودي برضو قالها القديس اثناسيوس، مين يصلح الخراب اللي حصل في الانسان؟ خالق الانسان اللي عامله وعارف تركيبته كويس قوي هو اللي يعرف يصلح، فعش يتصلح لوحده. فمن هنا الصانع هو المخلص، لازم كده، أو هو الشافي أو هو المداوي أو هو المصلح، لأنه ما ينفعش حد يصلحه غير اللي عمله. كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته. طب أنت بتتكلم فيما قبل الزمن، أحيانا لغة الكتاب لأنها لغة بسيطة تناسب الكل ممكن تحسب ملايين السنين وتسميها يوم، لأنه بيقول كنت عند الآب كل يوم. يوم إيه؟ ما هو ما كانش في شمس حتى عشان نقول يوم، معلش، ما هو كل يوم يعني إيه؟ كل حين، يعني على طول. لأن في ناس بتقف عند تكوين واحد وتقول أهو يوم أهو، طب إزاي بقى ربنا خلق في يوم ويوم ورا يوم يطلعوا الخلائق دي كلها؟ أنت عارف يوم دي عند ربنا يعني إيه؟ قديس بطرس بس عشان يبسطها قال ما هو ألف سنة عند ربنا كإيه؟ كيوم. أنتوا هتحاسبوا ربنا بالساعة؟ كلمة يوم دي مطاطة جدا، تحتمل أحيانا دقة الـ24 ساعة، لكن كمان في تعبيرات كتيرة في العهد القديم والجديد كلمة يوم تحتمل معنى الزمن، كنت دائما يعني. فبيقول كنت كل يوم لذته. سؤال، هل الابن لذة الاب؟ صح، ليه لا؟ ما هو الاب يحب الابن، ده تعبير قاله المسيح،
المسيح له المجد قال كده في إنجيل يوحنا، قال الأب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء، وهو نفسه الابن يحب الأب. بمعنى إيه؟ هو كلام ده فوق عقلنا، مش هما واحد؟ أيوة واحد، بس في أقانيم، في تميز، لكن الوحدة اللي بينهم دي مبنية على الحب. ما هو يعني إيه الله محبة؟ طب ما احنا ما كناش موجودين، كان بيحب إيه؟ الله محبة، كان في محبة بين الأب والابن بيسموها محبة أزلية، محبة بلا بداية. اللي أنا هقوله دلوقتي ده صعب تخيله، لأنه قبل أن نوجد كلنا كبشر، قبل أن يكون هناك خلائق، لكن طبيعة الله محبة. إذا في حب بين الأب والابن، ومع الحب يأتي كلمة الملذة أو اللذة. الحب لذيذ، الحب دايما يجي فرح، عشان كده المسيح يقول لأنه كل حب يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. إذا كنت عند الآب لذته، إذا الآب يحب الابن والابن يحب الآب، وهو ده الحب الأزلي. طب والإنسان دخل فين بقى؟ يقول كنت كل يوم لذته فرحة، لأنه هنا المؤنث نسبة إلى كلمة الحكمة، لكن هو يقصد به المسيح فرحان، فرحا دائما قدامه. يبقى كلمة حب وكلمة فرح دائما لازقين في بعض. الحب الحقيقي مفرح، والفرح الحقيقي لازم جوا حب. وعشان كده تقدروا تميزوا الأفراح الأرضية من الأفراح المظبوطة بالحب، أو الحب المظبوط بالفرح. ثمر الروح محبة فرح. اللي بيحب بقلب ربنا تلاقوه فرحان، اللي بيحب حب شهواني تلاقيه ما عندوش فرح، مغموم وقلقان. اللي عنده فرح روحي تلاقيه بيحب الناس كلها. ليه؟ لأن دي حاجة جاية لنا من ربنا. الله في طبيعته فرح دائم، في طبيعته حب دائم. فلما بيحط الحب في قلبك تبقى محب للكل وفرحان بالكل، ولما يجي عليك الحزن أو النكد تبقى حاجة مؤقتة بتقاومها لأنها مش طبيعتك. طب والسماء إيه؟ السماء مش عارفين نعبر عنها غير بكلمتين، حالة حب وحالة فرح. يعني لما تيجي توصف ناس ثابت الدنيا راحت السماء، ما تعرفش تقول بقى شكل السماء إيه وألوانها إيه ونظامها إيه، في حاجات فوق العقل. لكن اللي احنا متأكدين منه إيه؟ إن السماء دي ده المشروع الإلهي من البداية، إن الناس تعيش في حالة فرح وحالة حب، يبقوا دايما بيحبوا قوي وفرحانين قوي، وقوي دي ملهاش آخر. وعشان كده السماء حاجة حلوة قوي، لأنها حب على طول وفرح على طول. كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحا دائما قدامه. يبقى طبيعة المسيح حب وفرح. فرحة في مسكونة أرضه، يعني لما خلقنا الدنيا المسيح بيكلم كنا فرحانين. طب إيه أكتر حاجة مفرحاك يا رب في خليقتك؟ أنت لما بتعمل حاجة بتبقى فرحان بيها مش كده؟ طب أنت عملت حاجات حلوة، وعملت شمس وقمر ونجوم وطيور ودبابات وبعدين يقول إيه؟ لذاتي مع بني آدم. وده بالضبط اللي قاله تكوين واحد، لما ربنا كان يخلق حاجة يقول ايه؟ مبسوط، رأى ربنا ان ده حسن. لما جه عند ادم وحواء قال ايه؟ حسن جدا، مش كده؟ زي انت مثلا ربنا اداك، هتصور يعني شغلة كويس، عربية كويس، شقة كويس، بدلة كويس، بعدين جبت ابن، جبت ولد، في مجال للمقارنة؟ لا. فرحتك بابنك لا مختلفة خالص عن اي حاجة امتلكتها جمادية، حتى لو تعبت فيها انجاز، بس الانجاز ده اللي من النوع الحي، ده اللي فيه تبادل حب بقى حي، اللي فيه صورتك، اللي فيه شكلك، اللي فيه علاقة تبادلية. لا ده مختلف، ده مش كده؟ اي حد بيجيب عيال بتبقى فرحته بالطفل مختلفه عن فرحته باي حاجه ماديه يملكها. نفس الكلام نطبقه على ربنا. ربنا خلق دنيا جميله قوي، وكل خليقه الله جيده حسنه، انما خلقته لادم بكل نسله كان ما يفرح.
فقال أنا فرحان على طول، وأنا اللي عملت كل حاجة في الدنيا وعملتها حلوة. طبعا أي لخبطة البني آدم اللي عملها، ربنا ما عملش حاجة ملخبطة، ربنا ما عملش شر، الشر ده الإنسان اللي دخله بحرية إرادته. لكن أكثر ما يسعد الله على وجه الخليقة إيه؟ لذتي مع بني آدم. الآية دي قد كده مفرحة، تصوروا أن ربنا بينبسط بينا مع أن ما فيناش حاجة تبسط، إحنا يعني غلبنا ربنا ومغلبينه لغاية دلوقتي. إنما زي أي أب وأم طبيعي، مش في أباء وأميه أمهات مش طبيعيين، إنما الأب والأم الطبيعي لو ابنه جاله بيفرح بيه، لو قعد معاه، لو طلب منه حاجة، لو اشتكى له بيفرح، لأن اللي بينهم حاجة فوق الماديات، فوق الفلوس وفوق الوقت وفوق كل حاجة. الحب اللي بينهم ده حاجة لا يعبر عنها. إن كنا احنا كبشر قلبنا محدود وفينا أنانية ولخبطة، لكن لسه فينا بقايا هذا الحب، كان بالأولى مصدر كل حب بقى. وده نفسه اللي قاله المسيح له المجد لما قال إن كنتم وأنتم أشرار كبشر تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة. يعني أنت مع ابنك لا ضعيف بقى شوي، تبقى عاوز تديله كل حاجة. كم بالحري أبوكم الذي في السماوات هيديك إيه بقى؟ مش هيديك بقى شوية فلوس وصحة، لا لا، يعطي الروح القدس، يدي روحه لأولاده، اللي هو روح الحب وروح الفرح. لذاتي مع بني آدم، تفكرنا بالآية اللي اتقالت في الرؤية، أنا واقف على الباب وأقرأ، لو حد بس يسمع ويفتح أدخل وإيه وأتعشى. أتعشى تحسوا بالمعنى بتاع لذاتي، يعني ربنا بيتلذذ بالقعدة معنا. لما بنقعد معاه قعدة طويلة بيبقى هو مبسوط أكتر مننا، وعشان كده أنتوا بتحسوا بتعزيات أو ارتياح نفسي لما تصلوا صلوات طويلة، أو تحسوا بلذة نقية غير لذة الأكل والشرب والنوم واللبس والكلام الصغير ده. في لذة داخلية كده اللي هي لذة ربنا بولاده، فأنت تتعزى وربنا يفرح بالقعدة معاه. مرة تاني المسيح يقول اللي عنده كلامه بيحفظه إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني الأب والابن يسكنوا في بيته والروح القدس، طب ده كلام فوق الإدراك. نصنع منزلا يعني إيه؟ يعني يقول ده بيتي بقى، ده أنا هقعد في البيت ده، أنا بحب البيت. اشمعنى البيت ده؟ كله حب، كله تواضع، كله صلاة. فيبقى ربنا يرتاح لبيوت بيوت، لقلوب قلوب، مش كل الناس للأسف. هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت. طبعا ياريت يبقى كلنا من النوع ده. نقراها تاني، يقول لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده، المسيح بيقول صانعا، وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه، فرح في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. عشان كده السماء هتبقى لذيذة، لأن ما فيش عكرة الخطية المعكرة الجو على الأرض. السماء ما فيش ريحة الخطية ولا ذكر للخطية بكل مشاكلها بقى. الخطية دي سبب الحزن وسبب المرض وسبب النكد وسبب الخوف وسبب القلق سبب الموت، كل ده يبطل. فإذا السماء تبقى ألذ كتير قوي من الأرض، لأنه حب وفرح دائم بلا أي شوائب. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، بعد ما قال هو اللي عمل كل حاجة، عاوز يقول مش تسمعوا لي بقى، بدل أنا اللي عامل كل حاجة. برضو بتفكرني مرة واحد كده إيه صنايع يعني من الكنيسة هنا، بعدين قال لي أنا بتعب قوي من بتوع الكنيسة. قلت له ليه بس؟ قال لي رحت لواحدة ست عاوز أصلح لها التلاجة بتاعتها، كل ما أقول حاجة تقولي لا أنت مش عارف، ما هو وهي اللي تشرح لي، وأنا صنايعي فاهم كويس أنا بقول إيه، وهي حاطة دماغها أنها فاهمة. طب جبتيلي ليه؟ ساعات نعمل كده مع ربنا، إحنا بنمشي دماغنا كأننا إحنا اللي فاهمين وهو مش فاهم. طب لا مؤاخذة في التعبير، هو الصنايعي،
هو اللي فاهم، هو اللي صنع الحاجة، بدل هو اللي عملنا، مين يصلح دماغنا غيره؟ مش هتعرف تصلح حتى دماغك انت. مين يصلح قلبك الخربان؟ هو اللي عمله. مين يحطك في الشكل المظبوط اللي ربنا كان قصده منك من البداية؟ مش اللي عملك، هو اللي فاهم. فهنا فبيقول الآن أيها البنون اسمعوا لي بقى، يعني طبيعي تسمعوا لي لأني أنا اللي عامل وأنا اللي عارف وأنا اللي مظبط كل حاجة، فأنتوا بتفتوا ليه بقى؟ بتمشوا دماغكوا ليه؟ الآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. يعني زي كتالوج كده، بدل ماشي على اللي ربنا قاله هتمشي كويس، ما هو عارف انت بني آدم ده المفروض تظبطه ايه، يمشي ازاي صح. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوا. لما تسمع تعليم إلهي اهتم وخليك حكيم ولا ترفض التعليم، حتى لو بيشاور لك على غلط. طب وماله، اعرف الغلط عشان تصلح نفسك، ما ترفضش التعليم. كونوا حكماء ولا ترفضوا. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. يا بخت الإنسان اللي يسمع ويسهر عشان يسمع. إيش معنى قال مصاريعي وقوائم أبوابي؟ ترجعوا الأول الإصحاح تفهموا. قال الحكمة بتنادي، عند كل باب بتنادي، وعند مصاريع الأبواب بتنادي. وهو الباب يفتح يبقى في موضوع جديد، مع كل خطوة في حياتك ربنا بيقول حاجة، وانت بتفتح مصراع الباب اللي هو يعني زي الأكرة كده يعني، وانت بتدخل على اي خطوة طول بالك واسمع، اسمع ربنا بيقول ايه في موضوع السفر، في موضوع الشغل، في موضوع العلاقات، في موضوع الخدمة. يا بخت اللي يسهر ويسأل يا رب ادخل ولا لا، امشي ازاي، يمين ولا شمال، اتكلم ولا اسكت. طوبى للذي يسمع والذي يسهر عند مصاريعي وعند قوائم ابوابي. في ناس عايشة ما فيش خطوة تاخدها في حياتها الا تصلي كويس، حتى لو تبدو هذه الخطوة خطوة بسيطة، لكن زي الطفل اللي بيجري على ابوه كده يقول له اعمل ايه، وابوه ما يتأخرش انه يقول له اعمل كذا، فيبقى عايش عيشة مضمونة كده لأنه مسلم كل حاجة لربنا وبيتحرك ببركة ربنا. طوبى للإنسان الذي يسمع لي. هتقول لي مش سامع، لعل الحكمة لا تنادي، مش معناها أن ربنا ما بيتكلمش. لو أنت مش سامع ده ما بيلغيش أن ربنا بيتكلم. شوف بقى إيه ودانك دي فيها إيه، بتسمع إيه تاني، إيه اللي صوته عالي في حياتك مضيع صوت ربنا. يجوز القلق اللي جواك هو اللي مخليك مش سامع صوت ربنا، يجوز صوت الناس، الناس دوش، يجوز صوت الخطيه والغضب اللي جواك، كل دي اصوات تعطل، بس ده مش معناه ان ربنا ما بيتكلمش. فاكرين ايليا؟ ايليا لما تعب نفسيا كده وتهز وربنا خده الجبل، عمل حاجه عجيبه. احد تفسيراتها ان ربنا في الاخر خالص يقول في سفر الملوك صوت منخفض خفيف، معناه ان ربنا كان بيتكلم طول الوقت بس ما كانش مسموع، فجاب له ريح شديده. طبعا الريح صوتها عالي جدا، ولم يكن الرب في الريح، يعني طول ما في وش كده جامد مش هتسمع. جاب له زلزله ولم يكن الرب في الزلزله، جت نار على الجبل ولم يكن الرب في النار. بعد الريح وزلزال ونار الدنيا هديت خالص، ابتدى ياخد باله، صوت منخفض خفيف. ساعات مع الدوشة اللي احنا فيها دي مش مميز، مش سامع صوت ربنا، اصل صوته هادي، صوت ربنا هادي. يعني الحكيم يتكلم في الهدوء، وفي آية تقول كده كلام الحكماء يسمع في الهدوء. فبنحتاج للخلوة او الهدوء، ان الواحد يرسي كده زي الموجة العالية دي لغاية ما تهدى خالص تقدر تشوف وشك صح، لكن طول ما المية بتتحرك تيجي تبص على وشك مش شايف حاجة.
حتى الحقيقة ما بتعرفش تميزها مع الدوش. فعاوزين نتعود نسمع صوت ربنا في الهادي، والهادي ده يخليك تفصل عن الناس وتطفي التلفزيون والحاجات دي عشان تعرف تسمع. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصارعي. ما أجمل منظر الإنسان اللي يجي بالليل يفتح الإنجيل ويقعد شوية بقى. أجمل منظر عند السماويين اللي هم بالليل في الوقت اللي الناس عمالة تتكلم على بعض واللي عمالة تدور في ملذات الدنيا، واحد كده إيه بيقول لذتي هنا، أنا هقعد مع حبيبي، هقعد مع اللي خلقني، أقعد مع اللي مسؤول عني، أقعد مع اللي نصيبي في الأرض وفي السماء، ويدي وقت بقى. هو دي حياة أولاد ربنا كده، يسهروا عند مصاريعي وعند قوائم أبوابي. لأن من يجدني يجد الحياة، اللي يلاقيني يبقى لقى الحياة الأبدية. من يجدني، طب هو ربنا بيتلقى؟ بيتلقى. هو ربنا أصله مش بيزوغ من الناس، ربنا هو اللي بيخبط علينا. وده يفكرنا بسفر النشيد برضو اللي كتبه سليمان، لما ورنا العروسة وهي بتجري وبتدور على عرسها، وبعدين قالت انه ايه، وجدته. بعد ما زاغت شويتين وفضلت تدور عليه وكان زي المجنونة خايفة وهو بعيد عنها، وبعدين قالت وجدته فأمسكته ولم ايه أرخيه بقى. قلت بس مسكته كده زي اللي خايف يسيب، مش عاوز يفوته تاني. فتبقى انت لما تمسك ربنا تبقى مش عاوز تسيبه تاني. فبيقول من يجدني يجد الحياة، اللي يمسك في سكة ربنا يجد الحياة. مرة كنت بخدم في السجون وواحد قال لي حاجة زي كده، قال لي انا طول حياتي قبل السجن ما فيهاش ربنا خالص، وبعدين هنا ما كانش معايا حاجة عليها القيمة غير الانجيل، فقعدت اقرأ الانجيل بالساعات واكتشفت ان انا وجدته، فوجدت الحياة. اختلف طبعي وصفاتي وبقيت بحب الناس ومطول بالي على الظروف، ما عنديش أزمة مع أي مشكلة، وخايف أطلع من السجن، مش عاوز أطلع لأني وجدته. فعلا من يجدني يجد الحياة، الحياة اختلفت خالص بربنا، حتى لو الظروف شكلها قاسي لا الحياة بقت حاجة تاني. من يجدني يجد الحياة، طبعا الحياة الأبدية بالأولى، وينال رضا من الرب. اللي يلاقي الحكمة يلاقي المسيح يشبع بيه يبقى دايما مرضي عنه، لأنه قاعد مع ربنا شبعان بيه، فربنا فرحان بيه. لأنه مثلا مريم لما كانت قاعدة تشبع بالمسيح ما عجبتش مرسى، طب عجب المسيح ولا لا؟ عجبه مرسى، يعني أدانت وقالت أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم وحدي، يعني مش تقول لها تساعدني؟ فكأن مرسى غلطانة ومش عاجبة أختها. إنما ربنا يسوع دافع عن مريم، قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن مريم اختارت النصيب الصالح اللي مش هيروح منها، ونالت رضا من الرب. مريم عجبت ربنا أكتر، لأن مرسى مدوشة ومهمومة وقلقانة ووقع في إدانة، ومش صعب، زعلانة من أختها وزعلانة من ربنا نفسه، لأنه يعني ساكت عن هي تعبانة وأختها مرتاحة ودماغها تعبانة. إنما مريم مبسوطة، من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب. تفتكروا ربنا يزعل من واحد سايب الدنيا وقاعد معاه؟ ده ربنا يزبط له الدنيا كلها عشان يفضل مستمر في القعدة معاه. صدقوني احنا بنحل مشاكلنا بطريقة غلط، مع ان حل المشاكل سهل جدا، ادخل مخدعك واقفل على نفسك وحل مشاكلك مع صاحب الامر، تغير مش مشاكلك بس، ده انت تحل مشاكل العالم كله، مش هو المسؤول. انما انت متحبش تدخل وتقفل، انت عاوز تقعد برة، تقعد برة تحل في المشاكل تلاقيها ما بتتحلش، وانت تدوش والمشاكل تزيد والهم يزيد والغم يزيد، وبعدين ترجع تتخانق ليه يا رب بتعمل فيه كده، ربنا يبصلك باستغراب يا ابني ما كان الحل سهل قوي، ما كنت دخلت وقفلت وحكيت وكنا خلصنا. ويفضل الواحد هربان من الصلاة ويتهم ربنا انه مش حاسس، ودنك منين يا جحا،
يعني انت ليه بتعمل في روحك كده؟ والحكاية سهلة اهي، الحكاية قريبة ليك، ادخل بس وصلي وركز، هتلاقي المشاكل فكت من غير ما تقعد تتخانق مع دماغك ومع الناس كلها. من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه. يخطئ عني مش معناها خطايا وخلاص، معناها اللي مش مركز معايا. من يخطئ في اختياراته فيختار أي حاجة إلا أنا، يختار شغله، يختار الناس، يختار الكرامة، يختار فلوس، يختار الجسديات، أخطأ عن الهدف، يعني طلع برا الخط. فالخطايا مش في نوعها، هي في الآخر أنت أخطأت في التوجيه للهدف، أنت بتضر نفسك. وربنا مش بينتقم من الناس، ربنا محب البشر، لكن الإنسان بيضر نفسه لأنه بينحرف عن الهدف فبيمشي في سكة مؤذية، والناس ترجع تقول قلقانين ومكتئبين ومش عارفين نعيش والحياة ملهاش طعم. احنا اللي عملنا كده من ساعة أبونا آدم، احنا السبب، لأن ربنا عاوزنا فرحانين وعندنا سلام وعايشين في محبة ونعيش حياة أبدية، وتبتدي الحياة الأبدية من دلوقتي لو عاوزين، ملكوت الله داخلكم. لكن من يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت. اللي بيبغضوا الحكمة، الحكمة معرفة الله، الحكمة التعلق بالله، حب الله، كل مبغضية، اللي مش عاوزين يتعلموا، اللي مش عاوزين يعرفوني، مش عاوزين يسمعوا كلامي، يحبون الموت. يبقى بلاش نقول ان ربنا يعني مصدر الموت، حاشا، لان الله خلق الانسان لكي يحيا، يعني ربنا ما خلقش الانسان عشان يموت، لكن الانسان احب الموت باختياره، لان شجرة معرفة الخير والشر طريق الموت، فاختارها الانسان لنفسه. عشان كده نقول انا اختطفت لي قضية الموت، زي اللي حاجة حلوة فخطفتها خطف، وانا جبت لنفسي، أنا اللي جبت الموت كإنسان، وربنا يسوع جه رجع لي الحياة تاني لأنه بموته داس الموت، دفع الثمن كامل عشان يديني الحياة تاني، ويقول لي يلا بقى قدامك طريق الحياة وطريق الموت، فاختار الحياة. لإلهنا كل مجدك.